طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. يا أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات؟ ماكو. باوع على الجنب الأخرى، عندنا مقومات موت، عندنا بيكيسيات منتشرة بالشوارع، تسلح، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة حول موضوع مهم وحيوي وحساس في العراق، وهي الأدوية الفاسدة في العراق مع الأسف، والتي انتشرت بعد العام 2003. طبعا تجد وسط الشوارع والأسواق المكتظة في العاصمة بغداد وفي المحافظات العراقية الأخرى، يعني تقع عيناك على أقراص وزجاجات دواء تفترش الأرض والطاولات بشكل عشوائي، وعلى من يرغب في دواء معين أن يبحث عنه وسط أكوام الأدوية. هذا للصداع، وذلك لتقوية الأعصاب، وآخر للتقلصات المعوية، وهو مشهد أصبح مألوف على أرصفة الكثير من أسواق العاصمة بغداد، والتي تحتضن أم الرصيف. هذا يعني التعبير اليوم الدارج بين العراقيين، وهي التي تعني الأدوية التي تباع على الرصيف. وزارة الصحة أقرت أكثر من مرة بوجود أطنان من الأدوية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري في صيدليات ومذاخر العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى. في تصريح سابق قبل نحو سنتين، ذكر المفتش العام لوزارة الصحة أحمد الساعدي بأن فريقا من مكتب المفتش العام أتلف نحو 12 طن من الأدوية غير المرخصة والتي دخلت البلاد بصورة غير قانونية، لافتا إلى أن معظم الأدوية التي تم ضبطها تبين بأنها أدوية منتهية الصلاحية بعد فحصها في المختبرات المركزية. الفساد المستشري داخل الدوائر الحكومية أدى إلى ظهور مافيات متخصصة في بيع الأدوية المدعومة حكوميا، ومن ثم تسريبها من صيدليات ومذاخر الدولة إلى أم الرصيف. طبعا وسط هذه الكميات الهائلة من الأدوية غير الصالحة، وسائل إعلام في العراق تتهم شخصيات تابعة لميليشيات مسلحة بسرقة الأدوية بطرق احتيالية وبيعها للمواطنين، ما يعني بأن المريض الذي يقتني هذه الأدوية هو في الحقيقة يتجرع الموت. تفاقمت مشكلة الأدوية الفاسدة منذ العام 2003 ولغاية الآن، بعد تدمير قوات الاحتلال الأمريكية للمؤسسات العراقية واختفاء الرقابة. الأدوية الفاسدة والمغشوشة وجدت طريقها إلى باعة الأرصفة بدلا من الصيدليات. مصادر إعلامية أشارت إلى أن المشكلة الخطيرة تكمن في صعوبة تعرف المريض على حقيقة هذه البضاعة القاتلة، بسبب قيام العصابات باستيراد علب أدوية من الخارج وتغليف أدويتها المغشوشة، وهو ما يجعل المريض يعتقد بأنها أدوية أجنبية. وأكدت وجود أنواع من الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية تباع في الصيدليات وعلى أرصفة الشوارع. سببت هذه الأدوية في وفاة العديد من المرضى نتيجة تعرضهم لمضاعفات خطيرة. ليست فقط الأدوية اللي موجودة على الأرصفة، بل هناك أدوية موجودة في داخل الصيدليات، وسوف نأتي نتحدث عن هذه الجزئية المهمة والخطيرة. أحد المواطنين قال، والذي توفي ابنه أثر حقنة منتهية الصلاحية في أحد مستشفيات العاصمة بغداد، قال: إذا لم تمت جراء انفجار أو عبوة ناسفة فإنك حتما ستلقى الموت بالأدوية والحقن
والحقن القاتلة. طبعاً وزارة الصحة كانت قد اعترفت أكثر من مرة بوجود أدوية وعقاقير فاسدة يتم تصنيعها داخل المنازل لا سيما في العاصمة بغداد، كما أقرت أيضاً بوجود عصابات تقوم بتصنيع الأدوية في العديد من مناطق العراق وبيعها للمرضى بأسعار زهيدة، وبأن المتاجرة بأدوية منتهية الصلاحية أو فاسدة الآن أصبحت ظاهرة منتشرة سواء في بغداد كما أشرنا أو باقي المحافظات العراقية. أحد أصحاب الصيدليات في بغداد قال بأن استمرار العمل بنظام استيراد الأدوية وعدم فتح منافذ تصنيع جديدة سيجعلان من العراق عرضة للتخلف وعدم التطور، وألقى بالمسؤولية مسؤولية الوضع السيء فيما يخص تصنيع الأدوية على سياسة الدولة، واعتبر بأن صيادلة العراق كانوا الأوائل بين دول المنطقة في التصنيع وفي التشخيص. عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية السابقة النائبة السابقة سهام الموسوي قالت بأن هناك مافيات تعمل داخل وزارة الصحة وفي المستشفيات العامة بسبب غياب الرقابة من داخل الوزارة وخارج الوزارة عن محاسبة المفسدين، هذا ما أدى إلى استشراء الفساد واستفحاله داخل المؤسسات الصحية. طبعا أحد الباعة اللي يبيعون الأدوية في شوارع العاصمة بغداد ويدعى أبو جعفر في تصريح لصحيفة العرب قال بأن لن تستطيع الأجهزة الأمنية أن تصادر أدويتي، يقول هل هناك من يستطيع أن يتطاول على العصائب، في إشارة إلى انتمائه لميليشيا العصائب. يواصل أبو جعفر حديث الصحفي بأنه مقاتل في العصائب والذين يزودونني بالأدوية هم من داخل العصائب، ما يعني بأن الميليشيات تقوم بدور كبير ومباشر في تسريب الأدوية من المذاخر الحكومية وتزويد أم الرصيف بها. وقال آخر ويدعى عباس والذي افترش كذلك الرصيف عارضا الأدوية للبيع، يقول نحصل على بضاعتنا من أصحاب المذاخر التي تبيع الأدوية بسعر الجملة ونحن نبيعها بأسعار أقل من أسعار الصيدليات الرسمية لأننا لا ندفع إيجار ولا ضرائب، لذلك فالسعر أو الربح الذي نحصل عليه نراه مناسبا. نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع. معنا اتصال أبو محمد من الديوانية، تفضل أبو محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بيك. حياتي لك سيد عمر. أهلا وسهلا بك. أنا تلافدين طبعا. يا هلا بيك، أهلا وسهلا. شلونك سيد عمر؟ والله الحمد لله بخير. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ أخوي سيد عمر. نعم والله موضوع هو طبعا كلش حلو، يعني كشف الحرامية والسارقين والفاسدين هذا الموضوع. نعم يعني يدوية الفاسدة منين تطلب منين؟ تجي من الحدود منين تجي؟ تجي من مقامر صناعي يعني شلون؟ أخوي سيد عمر مرة من المرات أنا عسكري أداوم. نعم. وكنا نداوم بالجيش، يعني الأمريكان كانوا يعطونا دويات كذا بالعلاج الأمريكي والدوني زين، يعني شلون تقول أحسن دواء يعني. نعم. يعني صدق إحنا هذا الدواء الأمريكي كنا نسلمه أخذناه تقريب حملناه 4 حصيرات، يعني ضد 5 طنون من الدويات. أخذناها بغداد بالحارثية، ما عاد أذكر يا منطقة. نعم. أخذناها بدلناها بدويات فاسدة. بدلتوها بشنو؟ العلاج اللي أعطوناه الأمريكان. نعم. العلاج اللي أعطوناه الأمريكان. نعم. العلاج اعطانا الامريكان زين، خوش علاج، ما في يعني غالي يعني ما موجود بالاسواق طبعا. فسووا ذولا قائد فرقه ما نريد نقول بيه احنا، وهي تبين هي بعد. وكل طبعا كل الوحدات العسكريه تدري، من كان الامريكان يعطونا دواء يبدلونه بدواء فاسد يجيبونه للجيش. نعم. يجيبون دويات فاسده من مستودعات موجوده ببغداد، وتدري بها الحكومه وبعلم الحكومه يعني. اكو مستودعات موجوده ببغداد. فيها ادويه مئات الاطنان، دويه فاسده. جاي تجي منين تطب هاي؟ وشلون تعبر؟ وش اللي يقنرك ما يتحاسب يعني ما يحاسب الحدود المنافذ ما تحاسب هاي الدويات انت تطب شلون؟ نعم. فيا اخوي هي اللي يعني تجي وزاره الصحه هي يعني شلون تقول نتعاقد على دويات فاسده؟ نعم. يعني ما تجيب العالي جوده تقول يعني العلاج زين. هسه تروح تاخذ لك باص تروح للصيدليه يقول لك يصير عليك الوصفه ما تكفي 25000 50000 هاي اقل شيء، لا اجوز واحد لو منشور لو عندك شيء يعني لا نعم. يعني ابو محمد انتم بوقتها حكيت لنا هاي الحادثه، انتم استلمتوا الدواء من الامريكان على اساس انه للجيش صح؟ للجيش وزاره الدفاع سووا ذول القاده يبيعونه يبدلونه بدواء فاسده يجيبونه للجيش للجنود. نعم نعم. انا اقول لك هذا الحد
وزارة الدفاع قاعد تشتري دويات فازة تجيب للجيش، يعني ما يعني يجيبون دواء زين للجنود يعني تقول يعني احنا الجيش عود احنا ولدهم ولد الدولة ما معتنين بنا، كيف لا الناس تطرحها يا أخي؟ نعم. يعني علاج الأمريكي أنا الأدري بالإبرة الوحدة ب 100,000 الإبرة العادية ليش تنباع ب 2 دينار؟ يبدلون الأصليب عادي هيك يبدلونها، بس هنا هي صفقات يعني بالملايين يعني هي بالقادة مال الفرق. نعم. يعني حتى المواد الغذائية يبدلونها مو بس الدويات، وخلي الناس تعلم بأن هي قلت له لها علم بهذا الشيء جاي يصير. أنا هذا الحادث صار فيها وأقسم قسم كلام الله. بين الدويات جبنا دويات امريكيه بدلناها ويا الاطباء بالحارس تصور لو بالحارس يا ابن بدلناها بدويات فازه جبنا دويات عراقيه هذا المصري وما ادري شنو هاي الانواع هاي هذول شو يسوون الصيدليه هذول ياخذون الدويات الامريكيه يشترونها يبيعونها على الناس الغالي بالتبقين ويعملوا قاده بالجيش هاي الحكي انا احكي قبل 2010 هاي الحادثه صارت فيا اخي وزاره الصحه لها عليم والدوله لها ومجلس الوزراء لها عليم بالدويات من فوق ومن تطلع وين تروح ويا مستودعات ومداخل موجوده بكل محافظات حتى عندنا بالديوانيه فالدوله هي يعني حتى المخدرات موجوده عندهم بالصيدليات تنباع للناس المدمنين يعني وجاي عندهم يستلمون بها فيا اخي تبني هي يعني من رأس الوزراء لوزاره الصحه هي كلها فازه فهذا يتحاسب بها من يتحاسب بها؟ هو بالدوله انا يتحاسب بها فقير من يتحاسب؟ نعم هو بالدوله قلت له انت شلون طببت من المنافذ من الحدود تطبب دويات فازه وتطلع الناس الفقره. يعني شنو شريط بثلاث ورقات ونص؟ شريط مال حد يا نادي عالم ماكو ترى. ما عنده منين يجيب هذا شلون؟ يعني فانتوا لازم بقناتكم الكريمه تحسون باي شيء يصير بالعراق انتوا حتى تبينون للعالم بين هذا الفساد وخليه عن عادل عبد المهدي. خليه يسمع ويروح. نعم. أنا أشكرك أبو محمد من الديوانية كان معنا اتصال محمد من البصرة تفضل محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك بسم الله الرحمن الرحيم تحية إلى قناة الرافدين وإلى عاملين قناة الرافدين المحترمة ورحمة الله على الشيخ حارث الضاري وسلامي وتحياتي على الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري المحترم البطل حياك الله يا أهلا بك عمر الصحة بلا صحة الصحة بلا صحة هم ذولي بالنسبة يا أستاذ عمر هم ذولي يهتمون للأدوية هم ما يهتمون للأطباء ما يهتمون ما معقول يهتمون للأدوية هاي الأدوية اللي تجينا طبعا أكثرها هي من إيران أدوية فاسدة أدوية دالسة وهاي يمنا احنا منفذ الشرانشة طبعا بين فترة وفترة يلزمون أدوية فاسدة تجي من إيران أدوية فاسدة ولحوم فاسدة وشغلات يعني كل شغلات اللي تجي لنا من ايران فاسدة ما يهتمون هذولي للناس ادوية فاسدة يعني انت تخيل ادوية تتعلق بحياة الناس حياة الناس انت يعني ما مهتمين لها ولا لهم اوالي حياة الناس يعني صور البارحة والله العظيم انا قاعد العصر اسمع قناة ابو ظبي يعني اللي اسمه رهيق الايمان برنامج اسمه رهيق الايمان الدكتور وسيم يوسف نعم no. الله يذكره بالخير اتصور البارحه شاركت الدكتوره قالت ما اقدر اكمل دراستي بسبب الاوضاع الماديه مالتي يعني اتصور بالبرنامج والبرنامج كان مباشر قالهم سجلوا اسمها وبشرها ان شاء الله تكملين دراستك يا عراقيه يا بنت العراق وهي طبعا من بغداد اتصور no. ذولي ما يسمعون المسؤولين المراجع يعني تصور قناة تدعم عراقية ورحم الله والديهم وألف رحمة على الشيخ زايد والله يكثر من أمثال شيخ خليفة يعني تصور دول تهتم بينا وجماعتنا ما يهتمون بينا دكتورة لا تدرس تريد تقدم لبلدها ما يخلوها بسبب وضعها المادية يعني لاكو دعم للأدوية لاكو دعم للأطباء لاكو دعم للمهندسين لاكو دعم يأدري يعني انت شنو بس بوك ذاك اليوم طلعوا هم بقناة الشرقية اللي يقدمه عماد علي زين دعم للإرهاب مكاتب بقص بغداد تدعم الإرهاب وتحديدا القاعدة وداعش زين سنية وشيعية نعم زين يعني محمد يعني هاي الظاهرة إذا تحدثنا على موضوع اللي يبيعون أدوية بالشارع نجي على المواطن المريض شنو اللي يدفعه يروح يشتري من البسطية من الرصيف وما يروح للصيدلية؟ محمد تسمعني؟
نعم، انقطع اتصال مع محمد البصرة، معنا اتصال عقيل من فرنسا. تفضل عقيل. السلام. اي اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ارجع اسلم على اخوي ابو عمر من السليمانيه على موضوع الادويه. نعم. هذا هسه سمعت اسمع البرنامج، واحد من كان جندي ويقول احنا كنا ناخذ ادويه من الامريكان ونجي بغداد نبدلها بادويه فاسده. نعم. زين اوكي، ادويه فاسده هي بقت على ادويه. زين شلون تقبل انت جندي وقالها بلسانه؟ يعني احنا جنود. هو قال قائد الفرقه اللي باعها. زين قائد الفرقه، اوكي قائد الفرقه وقدام عينه وهو دا يقول بلسانه احنا اولادهم دا يسوون بينا هيك شيء، يعطونا ادويه فاسده واحنا جنود. زين طبعا القائد يسويها اذا انت قابل، زين انت شلون صرت جندي؟ القائد هيك يسوي بيك، يعطيك دواء فاسد على مود تموت وبعينك دا تسويها. المشكله مو بالقاده، المشكله مو بايران. زين البارحه برنامج دا سمع كريم النوري يحكون على التواجد الامريكي وقابلين العطاء على الامريكان، الامريكان قال بلسانه الامريكان 7000 جندي امريكي بالعراق بينما الايرانيين 100 واحد. يا شنو دول الايرانيين 100 واحد؟ دول قاده. اذا تدمر البلد بالميليشيات والجنود هذول، الجيش والشرطه والامن، دول منو؟ دول كلهم ولد البلد اللي هم الطائفه الشيعيه، نحكي بصراحه بعد ما بيها مستحات. زين ايران احتلت العراق بالشيعة مالتنا، لو ما الشيعة مالتنا زين مو هم اكو سنه هسه اكو سنه مطبلين. السنه رمز النجافي المطلق، دول رمز جابوهم. نعم. احنا حنخليكم بالحكومه قدام العالم انه نحن السنه موجوده بالحكومه، تاخذون فلوس وتسكتون واللي يفتح حلقه يموت. قالوا لك احنا ناخذ فلوس وخلاص، السنه معروفين نعدون على صابع سياسيين، بس انا قاعد احكي على الشعب. الشعب من انتم؟ احنا الناس يقولوا الشعب العراقي، الشعب العراقي من بقى بالشعب العراقي؟ كردستان ماخذ استقلالها من ذاك اليوم. زين بقى شيعه سنه، السنه تدمرت باسم داعش، قتل باسم داعش، قتل باسم الارهاب، بقى منو؟ بقى الشيعه. الشيعه صاندين هاي الحكومه، ولدهم ميليشيات، ولدهم جيش. نعم. ولدهم امن، ولدهم شو اسمه، ويطلعون بالشوارع يتظاهرون على كهرباء ومي. نعم. يعني كذا فوق البلد، قتلوا السنه، دمروا العراق، بس رجعنا نعطونا كهرباء ومي. هذا الشعب البقى. زين؟ نعم. انا اشكرك. اشكرك عقيل من فرنسا. طبعا الموضوع انه السنه والشيعه وكذا، ياما وزراء سنه وما شاء الله ما قصروا، سرقه وباقة، ويقول لك احنا ممثلين عن السنه. يطلع هم وزير يقول لك انا ممثل عن الشيعه. هم سرق وباق وما خلى وانحكم وطلع. يعني بس البارحة مسؤول انحكم عليه بالسجن 7 سنوات، مختلس 20 مليار، مبلغ كبير جدا طبعا بالعملة العراقية، بالدينار العراقي. المضحك بالأمر أنه هذا الرجل سرق هاي الفلوس، هذا المسؤول، وحطهم بجيبه وحولهم برا، وهو هم سافر، ورا ما سافر طلع الحكم عليه. فهذا الموضوع أنه سنة وشيعة، ما شاء الله إحنا نجد من كل الأقليات ومن كل المذاهب ومن كل الموجودين في البلد، المتصدرين من طبعا من السياسيين، ما شاء الله كلهم ما مقصرين بموضوع السرقة من أموال الدولة. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله، يا أهلا بك. عود يا حميد يا عمر. الله يسلمك، حياك الله يا اهلا بك. الله يحفظك، تحيه لك وتحيه للغنائم، تحيه لكادر الغنائم، تحيه للمستفيد، وحيه عقيل من فرنسا وابو عمر من السليمانيه، تحيه لهم كل المتصلين. بالنسبه لعمر ما يدري، بالنسبه للادويه فهي هو العراق اصلا مقلقه حدوده مع الدول العربيه، اصلا هو بس النظام الايراني. النظام الايراني وهذه القنوات التي تمجد بايران، مثل حسب الشيطان البارحه تابعه يقول لك الانجازات بايران، وهو ولد وايران اكتفاء عند ذاتي من الدواء وتصدر الدول العربيه، ولا يمدح الا ايران واذنابه بالعراق. هذه النماذج الجدد، هذه بعد الاحتلال طلعت نماذج بالعراق قريبه عجيبه، ولا هي هذه العامري وهذا كانوا لابسين عبايه النسوان ومع النسوان الايرانيه يهجون من صدام حسين الله يرحمه. أظل جملة، لكن العراق لا يوجد حكومة، فوضى خلابة، ولا يصفي العراق إلا بالقضاء على المجوس الإيراني. وتحية لك وتحية للشعب العراقي.
حياك الله ابو فيصل من السعوديه، كان معنا اتصال ابو بلال من بغداد. تفضل ابو بلال. ابو بلال تسمعني؟ السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا هلا بيك. تحياتي لك ولكل الاخوه العاملين في القناه. اهلا وسهلا بك. شنو رايك موضوع الادويه الفاسده اللي موجوده اليوم منتشره على الارصفه اللي موجوده في الصيدليات؟ استاذ عمر يعني يا ريت تسالني سؤال بطريقه اخرى، تقول لي شنو اللي بقى بالعراق وما فسد؟ نعم، حتى يكونوا بالصوره، يعني لا يوجد شيء بالعراق ما فاسد مطلقا استاذ مطلقا، لكن بما انه تركيزنا على الادويه لانها تتعلق بحياه البشر، نعم، فالادويه الموجوده الان لا تقل فتكا عن الحصه التموينيه اللي كاتب ايام فلاح السوداني استورد التم المعفن وبجراثيم خاصه ما اعرف الله سموها بقتها اميبا وغيرها مال تايلاند، وعندك الشاي المسرطن هذا اللي زين اذكرهم صار رجع علينا بالعراق. فاستاذ يعني بالله عليك، هل من مصلحه هؤلاء ان يتمتع ويتنعم الشعب العراقي بالصحه والعافيه؟ هؤلاء جاؤوا لذبحنا يا اخي الكريم، هؤلاء جاؤوا لاباده العراق، هؤلاء جاؤوا لتنفيذ ما قاله بوش الابن لعنه الله عليه وعلى ابوه المقبور حينما قال لو بقي من العراق 5 ملايين يؤمنون بالديمقراطيه لكفانا. فهؤلاء هدفهم اباده الشعب العراقي. الان انزل الى الحرفيه، الصيدليات المعروفه بالدول جيد ما لا يقل الشريط الواحد على 10,000 دينار وبها اشرطه تصل الى 250,000 واكثر لامراض المستعصيه. واكو صيدليات معروفه انه هي تجيب دواء ايراني ودواء هندي وصيني. واكو مناطق ببغداد لتغيير الليبل ورقم الاكسباير وخصوصا الادويه الايرانيه، كلها بالمطلق كلها تغير تاريخ الاكسباير مالها بتاريخ حديث وهي ساقطه. طبعا بالمناسبه الادويه الهنديه والصينيه والايرانيه لا تشتغل، وانا واحد من الناس اعاني من مرض السكر وابو الصيدليه هذا المنطقه. الله يبارك فيك ويسلمك استاذ عمر. الله يسلمك. نعم. الامري الاول الاربعه ما يشتغل، يقول لي والله حقك، يعني حتى الرجل يعترف بالحقيقه، يقول لي هذا الموجود. ف وما انسى انقل كلام قاسم الاعرجي، قال هناك حيتان في ميناء البصره، كل حوت من هذه الحيتان وهذه الاسماخات القذره، حشاك ما اقول كبيره، الاسماخات القذره الى رصيف خاص بالميناء. الحاويه التي تحمل الادويه الفاسده يتم تنزيلها بتواطئ من قوات الرقابه او جهاز الرقابه الموجود بالموانئ بدفتر. والله العظيم استاذ هذا الكلام موجود على النت بصفحه قاسم الاعرجي. دفتر اذا عندك حاويه ادويه جايبه من الصين او من الهند ادويه فاسده ينزلك اياها مقابل رشوه دفتر، وربما اكثر اذا كانت الكميه اكبر. فيا استاذ عمر الله يبارك فيك، يعني تحدث عن فساد اي كل ماذا بقي صالح في هذا البلد؟ لا. يعني نحن الان والله عايشين بقدره قادر زين، فنسال الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني 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 يخسف الارض بهؤلاء المجرمين، وان شاء الله يصحي هذا الشعب العراقي النايم اللي ما يدري ماذا يراد له وماذا يخطط له. وانا اشكرك وبارك الله بك. حياك الله ابو بلال من بغداد كان معنا. طبعا الموضوع احنا كما اشرنا موضوع حساس ويرتبط بحياه البشر، وفي الاونه الاخيره مع يعني انخفاض درجات الحراره في العراق وانتشار مرض الانفلونزا، سمعنا كثير من الاصدقاء من المعارف حالات كثيره يروح للصيدليه بانفلونزا يضرب هاي يسموها الابره الخبط، وهي طبعا يعني جدا خطره على حياه البشر. كثير من الحالات يعني وفيات، اصبحت هناك الكثير من الوفيات بسبب هذه الابره. هذه حاله يعني يروح للصيدليه، ابو الصيدليه بنفسه يضرب ابره خبط، ثاني يوم او بنفس اليوم تتوقف الرئه ويموت. بعدين انه موضوع اخر، انه في احصائيات اكثر من 50% من الصيادله اللي موجودين في العراق هم ليسوا بصيادله، مشتري الشهاده او الاجازه اللي تعطيها وزاره الصحه مشتريها من الصيدلي بمليون بمليونين دينار بالشهر، وتلقى الصيدلي مثلا عايش برا وبايع الاجازه مالته لاكثر من واحد. يجي واحد ما له علاقه بالصيدله ويبيع هذه الادويه وهو ما له علاقه لا دارس صيدله ولا دارس طيب. هذه الحاله ادت الى الكثير من الوفيات. معنا اتصال احمد من الفلوجه، تفضل احمد.
السلام عليكم استاذ العزيز. حياك الله يا هلا بيك. احمد العيساوي من الفلوجه. حياك الله يا هلا بيك. استاذ العزيز البرنامج مالكم اللي موجود حلقات الرافدين. نعم. هو برنامج موضوع الادويه. نعم. نعم استاذ العزيز الادويه كلها فاسده. مو اليوم البارحه صار لها قرن السنين من الاحتلال لحد اليوم الادويه فاسده. نعم. الدل هذا الدليل على الادويه الفاسده انه هو الحكومه هي فاسده وليس الدواء. نعم. الحكومه هي فاسده. المراقبات الموجوده والصحيات الموجوده والدكاتره والمراكز الصحيه والمختبرات المفروض هي تتابع هذا الموضوع. بالفعل. ولكن هذا بعلم الحكومه وهذا يتم ارضاء الحكومه على هذا الموضوع. احنا تسممنا استاذ العزيز تسممنا من الادويه من ايران وتسممنا من الزراعه من ايران ومن اللحوم اللي قاعد تجي هاي الحموم اللحوم المحففه والمسرطنه لان هم ناس دجله ناس خونه بالهم مول الشعب قلوبهم مول الشعب ولا هم مول الشعب ولا هم الى ايران فهذا الموضوع يتطلب من الحكومه الحكومه هي فاسده يكون الشعب يهب حسبه واحده الزمره الفاسده سواء كانت سنيه او كرديه او شيعيه احنا العراق بظلم والعراق دخل الى 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 اجواء ملوثه من ناحيه الحبوب الكبسله كنا ما نسمع بها يا استاذ العزيز هاي من دور صدام حسين احنا ما سمعنا هاي الامور من جتنا هاي الزمر الفاسده حتى هذا اطلعت لنا الوان واشكال زمر احزاب ميليشيات قتيل خطف نهب سلب المصارف شالوها النفط اخذوه ما خلوا على العراق كل شيء يحكون لنا بالديمقراطيه ويحكون لنا بالقانون والسياسه يا سياسه هاي يا قانون هذا عندهم ماكو قانون عمي ماكو قانون قانون ماكو دستور ماكو دوله ماكو دوله ميليشيات مواليه لايران من سوريا ايران لبنان ايران ليبيا ايران اليمن ايران العراق العراق صار ايران كل الخليج صار ايران كل الخليج صار ايران وعلى اساس الحكومه هاي الفاسده ننصحهم نصوح ان يطلعون من هذا البلد يخلون يستقر ويخلون العالم تستقر كل العالم هسه بانذار كل العالم بانذار وحذر من ايران كان دوله ارهابيه درجه اولى نعم درجه اولى درجه اولى درجه ثانيه درجه اولى مقياس درجه اولى فاحنا ما ناخذ على محمل الجد انه ايران تحد العراق طلعت الارهاب يا ارهاب عمي هم ارهاب هم ارهاب حتى ما حد يطلع من البيوت سادة العزيز نعم كلها ميليشيات واحنا نشكركم على هذه المتابعه جزاكم الله خير الجزاء اني اشكرك احمد العيساوي من الفلوجه كان معنا اتصال ابو علي من كربلاء تفضل ابو علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اللهم يحفظكم ويحفظ العراق جميعا واهله اللهم وحد كلمتهم اللهم الف بين قلوبهم امين والله تحياتي لك حياك الله وكل المتصلين وفوا وكفوا ولكن ادي فد ملاحظه تفضل انا ما اريد اكرر كلام مكرر نعرفهم ذولا شنو الموضوع يا استاذ عمر احنا طبعا تقصير الشعب العراقي ما عنده شيء بعد مخفي اثنين لما نقول فلان كردي سني في لا احنا نقول كل العمليه السياسيه فاسده كلهم نعم كلهم مزيني ولكن هناك احنا عتبنا على الناس المثقفين الدكاتره الصيدليين بشعتهم ولهذا مجبور هذا الفقير يروح خبطه قولتك سوي له خبطه ضربه ومات وانا عندي صديقي هو عنده ضغط جاء وقال له انت ضغط مالك مرتفع خلينا الضربه بالعكس ابره وكتله وشاف عنده 5 اطفال لا اله الا الله على كل حال احنا المشكله ما دام عينا من الظالم ومن المظلوم ومن اللي يشتغل عدل ومن ما يشتغل العيب بينا كعراقيين يا عراقيين العيب بينا احنا الى متى جاي نشوف هم يقولون احنا حراميه وندري بهم حراميه ولا بنصفق لهم المشكله هنا يا استاذ عمر اكو شيء ثاني العراقيين اكثر العراقيين ان ما عندهم هاي الثقافه اللي يقرا التاريخ تاريخ المنتهي فاكثر الناس اللي تاريخ المنتهي بعض الدول يجي بالفارسي التاريخ ماله يختلف
وحتى ذا يجي بالانجليزي مرات هذا اللي يعرف امشى شاق بينا. واكو علاج اناني عندنا جماعتنا واصدقائنا دكاتره الكميه بهاي الكبسوله المحتويات قليله، يعني الاسم نفس الشيء، ولكن ذول اللي يستوردون العلاج. لانه انا سالت بعض الدكاتره اقول له قبل انا اشرب لي حبايه لو كبسوله من ادويه سامرة اطيب، وباخر ما يفكر به الدكتور انا يضربه كوبره هسه خبط وابر وهذا. قال لي يا اخي يا ابو علي كميات هاي الكبسوله المواد محتوى او الانليزي يسموه هذا ما بي، بس الغلاف وشوفهم خليلك فالاشياء تختلف، ولربما مسرطنه والاخوه وقفوا وكفوا وحجوا على الشارع وعلى وعلى وعلى. فاحنا اذا نريد علاج احنا عندنا العلاج، تريدون تخلصون من السرطان، هاي الدولة سرطان واحنا العلاج العراقيين، عالجوا هاي الدولة بمظاهراتكم. انا ما اريد اقول ارفع السلاح وكذا حتى لا يقول هذا يحرض وما حرض ولا اختبط الامور، الامور شو تسوي؟ لازم جاي نموت، احنا جاي نموت من مي، ما خلوا بس دمار وسرطان وأذية وما لنا اعتبار عند العالم ولا شهادة ولا دكتور. يعني انت تروح للحارثية تروح الصيدلي مجرم دكتور، بعض احنا نقصد البعض الدكتور مجرم ما يرحمك. الله يا شاب عمره 35 سنة واحد عيونه من العين واحدة من العيون راحت على مود 500,000 ما عندها. فرحمتكم انتوا يا الغيرة يا الناس يا الدكاترة يا الكوادر المثقفة بالعراق ايش بيكم؟ بس الفلوس بس الفلوس وما ناس ما عندها. وبالمناسبة اكو بعض دكاترة لحد الآن ياخذون 5,000، قلت لهم استاذ عمر قلت لهم خلاص شو شردوا قسم كانوا بالحلة وقسم كانوا ببغداد وشنو كانوا. انا اعرف واحد بكربلاء واعرف فد واحد دكتور جميل بالكاظمية خطية قلت له لأنه كان ينطل الفقراء ويساعده، وانا سميحك وطلت عليك حبيبي في مالا. انا اشكرك ابو علي من كربلاء. طبعا هي مع الاسف يعني في احصائيات دوليه 80% من الكادر الطبي يشمل الطبيب يشمل الصيدلي يشمل اللي يشتغل في المجال التمريض 80% غادروا العراق بسبب تهديدات الميليشيات للكوادر الطبيه في العراق. معنا اتصال محمد بن واسط، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ حياك الله يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. عمي احنا مدلينا لعبة أرواحنا من أدوية. أدوية كلها فاسدة. نعم. أدوية تروح للصيدلية يعطيك، تروح للصيدلية الدكتور يكتب لك شكل وأبو الدكتور وبالصيدلية يعطيك علاج شكل. أدوية كلها فاسدة ومدلينا. أنا أمس يمك تسع سني. نعم. مطينا علاج مال قطره مال اذن. نعم. اي بس احنا ما ندري، احنا لعبه ارواحنا ملينا، كل شيء ما يجي صيدلي كل شيء ما يعرف. هي الادويه صحيح بها فائده بها مو فائده، بس احنا ملينا صيدلي يجيب لك وصفه يكتب لك يعطيك غير علاج. هي هاي سببت وحكومتنا هسه حكايه ما اقدر احكيها على البرنامج. فاسده. نعم. حكومتنا انا وابوي شهيد من 2003. نعم. وحكومتنا تعبانه وفاسده، تروح له تعال بفلوسك اي يسويك يحطك فوق النخل. حكومتنا فاسده ومليانه وطلعت ارواحها من هيك حكومتنا مثل هذا وديته نعم. فاسدين. أنا أشكرك محمد من واسط. طبعا بايعوا الأدوية اللي على الرصيف ما يمتلكون أي معرفة طبية، الناس حتى ما تعرف تقرأ الوصفة ويجهلون كيف ومتى تستهلك يعني هذه الأدوية. في تصريح سابق لطبيبة الأطفال نور البرزنشي أكدت بأنها شاهدت لدى باعة الرصيف أدوية تم استيرادها خصيصا لوزارة الصحة، ويفترض بأنها تصل إلى المواطن من خلال وصفة طبية حكومية، وأشارت إلى أن هناك طرقا ملتوية عديدة
تتسرب من خلالها هذه الأدوية إلى الباعة، وتقول يحصل في بعض الحالات أن يشترك الأطباء والممرضون والصيادلة في مثل هذه الممارسة غير الأخلاقية، وصفتها بأنها غير أخلاقية، وأحيانا يتم تزوير وصفات طبية تسهل من تسريب الأدوية بشكل حتى يبدو بأنه قانوني، وأكدت بأنه في مرات عديدة افتضحت هذه السرقات وظهرت إلى العلن وتمت مواراتها بعد تهديدات كشفت وجود ميليشيات تشترك في هذه الصفقات. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. قناة الرافدين. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. يعني قبل فترة طلع واحد من وزارة الصحة يقول 70% من الأدوية اللي تدخل للعراق هي تدخل بدون فحص. نعم. وطبعا العراق هو البلد الوحيد بالعالم اللي يوجد فيه أشخاص يبيعون أدوية على أرضه، وطبعا أمام المسؤولين وبدون أي رادع. نعم. يعني أبسط مثال هسه هناك في تركيا أستاذ عمر. نعم. إذا تحتاج أي نوع من الكبسول وخصوصا كبسول الالتهابات للحنجرة، مستحيل ينطيك الصيدلي هذا الكبسول لو تبقى واقف شهر قدام الصيدلية وتتوسد. نعم. مستحيل ينطيك. يعني تعقيبا على كلامك على مود هاي الأبرة الخبط اللي قلت عليها حضرتك. نعم. والله العظيم أستاذ عمر قبل أقل من شهر يعني في حدود 20 يوم عندي ابن أخويا ولا الشاب صارت عنده إنفلونزا. نعم. فراح المضمد بنفس المنطقة اللي يسكنها وبالليل طبعا وضرب أبرة عنده، وبعد ما ضربها الله شاهد علي أقل من ساعة توفى. لا إله إلا الله. والله العظيم وجاني تليفون الساعة 12 في الليل بأنه ترى توفى الشاب هذا. الله يرحمه. هذا شنو ذنبه؟ الله يرحمك والديك. والديك. نعم. هاي بغداد مو أبو ناصر، لو أي محافظة؟ بغداد بالأهضمية بالذات. نعم، يعني رايح هم ضارب أبرة خبط. إي نعم، رايح للمضمد بسبب الإنفلونزا اللي صابته، ورايح للمضمد وضارب أبرة مضمد بنفس المنطقة. نعم. وراها أقل من ساعة توفى هذا الشاب خطير. والله يعني ما نعرف شو نقول. طيب هذا شنو ذنبه؟ وغير اللي استعملوا الأدوية الفاسدة وتوفوا وتعوقوا، شنو ذنبهم؟ هو لو أكو رقابة وفحص دقيق للأدوية اللي تدخل للعراق ما كان دخلت كل هاي الأدوية الفاسدة. وطبعا المستفيد الوحيد من دخول هاي الأدوية الفاسدة هم الميليشيات وقادتهم، شبكة كاملة أستاذ عمر من سياسيين وبرلمانيين وميليشيات مشتركة بدخول هاي الأدوية الفاسدة. السبب واحد هو الاستفادة من الأشخاص اللي يدخلون هاي الأدوية، ولو المستشفيات العراقية متوفر بيها أدوية ما كان يحتاج المواطن الأدوية الشوارع كان. نعم. إيه اللي قدمتها المستشفيات للمرضى؟ يا أخي المريض يدخل للمستشفى ما يلقي كانولة ولا حبة براسيتول، وعليه أن يشتريها من برا. يعني بس نريد نفهم لي وين تردون توصلون الشعب؟ لي وين تردون توصلوه بعد كل هذا الدمار اللي سببتوه؟ يعني لا خدمات ولا تعليم ولا اهتمام بالصحة، وين يروح المواطن؟ ويجيك واحد ديال من ديول إيران ويقول لك شنو قدم نظام صدام حسين للعراق؟ مو كان العلاج مجاني يا أخي؟ من دخولك للمستشفى إلى أعقد عملية جراحية تجريها، والتعليم مجاني وخدمات موجودة، والخريج يتخرج يلقي وظيفة بسهولة. طيب شنو اللي قدمته جمرة الإجرام من 2003 إلى هسه المواطن العراقي؟ يعني بدل ما يهتمون بصحة المواطن سمحوا بدخول المخدرات حتى تفتكر شباب البلد. ومنين تجي الصحة إذا الناس عايشة بالعشوائيات ويأكلون من حاويات القمامة أستاذ عمار؟ ويسكنون وسط الأجبال أجلكم الله. كل هاي والحكومة ما مهتمة بأي شيء يخص المواطن، ويطلع المالكي ويقول مواقع التواصل الاجتماعي اللي يستخدمها المواطن العراقي وينتقد الحكومة والمرجعية والمسؤولين هي بدعم من إسرائيل. نعم. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا، كان معنا اتصال أم محمد من بغداد. تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي عمر؟ أهلا وسهلا بيك، حياك الله يا أهلا بيك. تفضلي. عندنا الحدية قبل فترة خربطت على قلب. نعم. وديناها طبيب بالكاظمية. نعم. قبال مستشفى الكاظمية. نعم، بس نصل التلفزيون الله يخليك أم محمد. نصي للأخير. ماشي. تفضلي. كتب لها أدوية. نعم. أكو صيدلية صفة. صيدلية صفة الطبيب. رحنا اشترينا الأدوية من عنده. أخذناها للبيت ورجعنا.
بالبيت شفنا الأدوية باقيها كلها شهر وشهرين متعطل أكسباير تنتهي. نعم. إيه ثاني يوم ما بس باتت عندنا الأدوية. ثاني يوم رحنا لها أريد نرجعها حتى نشتري من غير مكان. قلنا لها يا ضه هاي الأدوية ترى أكسباير بعد باقيها كم شهر يعني من 5 سنين. إيه. نعم. قال والله هاي أنا ما رجع أي دواء يطلع من صيدليتي ما رجع. ليش قلنا له أكثر صيدليات ليش ما قال أنا هاي يعني هاي الأدوية اللي عندي ويطلع من الباب ما يرجع. شوفوا هاي القطعة أنا خالها خالة قطعة داخل الصيدلية بمكان ما ينشاف إنه أي دواء يطلع من الصيدلية ما يرجع. شنو رأيك يعني أستاذ عمر؟ يعني هذا ترى إجرام. يعني الصيدلي الطبيب وين التفت؟ وين يلتفت المريض؟ نعم. شلناها بديناها 100,000 شيء شلناها بديناها بالزبالة ورحنا شرينا غيرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. مع الأسف هذا اللي دا يحدث في العراق. أنا أشكرك أم محمد من بغداد. خلونا نقرأ رسالة واتساب. يقول الميليشيات وانتشارها يؤدي إلى كل النتائج التي نراها. رسالة أخرى يقول فيها يقول الصحة وواقع انتشار الأمراض هذا واقع ضمن أزمات تتكرر في العراق ومجريات الأزمات الحكومات المتعاقبة وأحزابها العميلة لإيران لم توفر أي خدمات بواقع الفساد والسرقات والميزانيات والموازنات. يقول الأدوية تأتي من خارج العراق لم تخضع للفحص والرقابة هذا هو الفساد والسرقات منذ العام 2003 ولغاية الآن. رسالة أخرى يقول فيها يقول الوضع السيء الذي يمر به العراق يتحمل أغلبه الميليشيات ميليشيات الحشد كما يقول وليس كله بل البعض في من فصائله وهي معروفة للقاصي والداني فهم من يهيمن على المنافذ الحدودية الجمركية وعلى الأسواق وعلى العلوات الرئيسية وعلى الملف الأمني وعلى أغلب وزارات الدولة التابعة لهم وذلك من خلال تكميم الأفواه. وأما قتل المعارض أو اعتقاله وبعلم الحكومة التي يقول أطلقت يد الميليشيات. يقول موضوع الأدوية واحد من الأمور التي تروجها الميليشيات مثل ما تروج المخدرات وغيرها من الأمور ولا سبيل للخلاص من ذلك إلا بتوحد الشعب ووقوفه وقفة رجل واحد أمام سطوة هذه الميليشيات. أبو نور الحسن من بغداد. معنا اتصال أبو عبد الله من لندن. تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله تسمعني أبو عبد الله؟ يبدو أننا فقد اتصال مع أبو عبد الله. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم. يقول دمر العراق هؤلاء السياسيين الخونة العملاء والسبب يقول الشعب ساكت عليهم يصفق للطغاة ويرحب بالسياسيين. دمروا الصحة والتربية وكل شيء دمروه من أجل أن نكون تابعين للدول. يقول فلتخسأوا يا جبناء نحن ولاؤنا للوطن ولن نبيع الوطن. نعم. يقول السلام عليكم أخي عمر. يقول تحية لكل عراقي شريف يحب وطنه وشعبه وتحية خاصة للأخ أبو علي من كربلاء. رسالة يقول فيها السلام عليكم. يقول أخي يجب مقاومة هذه الحكومة الفاسدة بالسلاح وثورة ضدهم وضد الميليشيات المجرمة وأهل العمائم المجرمين دفاعا عن أولادنا ومستقبل بلادنا والحرية والعيش بأمان وصحة وسلام. نعم. يقول ثق بالله. رسالة يقول ثق بالله أستاذ عمر. قبل أشهر ظهرت حالات وفاة أطفال في مستشفى النعمان عند زرقهم بالأبر وبعد ذلك ضجت الناس وبدأت برفع أصواتهم. اختفت الآن هذه الظاهرة وسط تخوف الأهالي من عدم استحاب الأطفال إلى مستشفى النعمان في العظمية. يقول الله المستعان على دولة تقاد من قبل الميليشيات لا تعرف حتى كتابة أسماءهم. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول تحياتي لك أستاذ عمر ولكل
كادر قناة الرافدين، يقول هي خطة مدبرة ومحكمة للقضاء على الشعب العراقي سواء بواسطة المخدرات أو الماء الملوث أو الأدوية الفاسدة، الله ينتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا نقابة الأطباء يعني حذرت بأن 80% من الأدوية الموجودة بالأسواق العراقية غير خاضعة للفحص بسبب المنافذ الحدودية، وتقف نقابة الأطباء عاجزة عن توفير الأسس المثبتة لصحة الأدوية غير المرخصة والواردة إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية. يعني تصور عزيزي المشاهد 80% من الأدوية الموجودة بالأسواق غير خاضعة للرقابة وغير مرخصة، 80%. يعني هذه جزئية الأدوية الفاسدة اللي موجودة في العراق هي جزئية من مشكلة كبيرة. إذا تحدثنا فقط عن وزارة الصحة، إذا تحدثنا فقط عن الأربع سنوات الماضية اللي كانت ديرها عديل حمود، يعني كثير من الصفقات المشبوهة والفاسدة، يعني أجلكم الله مثل صفقة استيراد نعل طبية بأكثر من 27 مليون دولار. مواضيع كثيرة، أخوها مدير مسؤول فيها الوزارة مربي برج مال الطيور فوق الوزارة، فحدث ولا حرج عن الواقع الصحي في العراق. هذه جزئية بسيطة من موضوع الأدوية، ومثل ما أشرنا ومثل ما استمعنا من المتصلين أكثر من واحد من ضمنهم أبو ناصر من تركيا ابن أخوه قبل فترة قصيرة توفي بسبب أنه أخذ أبرة خبط لأنه كان مصاب بالإنفلونزا. هذه الظاهرة، ظاهرة أخذ الأبر الخبط كما نسميها بالعراق، يروح المريض إلى الصيدلية حتى يتعالج يأخذ هذه الحقنة توقف الرئة ويموت وراها مباشرة، يعني هذه ظاهرة خطيرة. يعني قبل فترة قصيرة مرضى السرطان طلعوا مظاهرات يطالبون بتوفير الأدوية لهم، حالة ذكرتنا بقبل سنتين أدوية كانت موجودة في مستشفى الرمادي تم سرقتها من جهات مسؤولة في المحافظة، مع العلم عزيزي المشاهد أنه علاج الدواء لمرضى السرطان هو بالمجان. شفنا طلعوا مظاهرات في البصرة وفي بغداد هؤلاء المساكين لإعطائهم هذا الدواء اللي تستورد الدولة واللي يخصم من ميزانية الدولة ولكن بعد ذلك يسرق. الأدوية الفاسدة كما أشرنا وبيعها في على الأرصفة، والصيادلة اللي موجودين في الصيدليات ليس كلهم ولكن الأغلب مع الأسف، هذه يعني إحصائية صادرة من وزارة الصحة، أغلبهم غير صيادلة مشترين الإجازة من الصيدلي نفسه، لأن الصيدلي منهزم خارج العراق بسبب تهديد الميليشيات التابعة للدولة، فدوامة كبيرة في العراق. اليوم تحدثنا عن الأدوية الفاسدة اللي موجودة في العراق واللي انتشرت بشكل كبير منذ العام 2003 ولغاية الآن. نسأل الله السلامة والصحة والعافية لكل العراقيين. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.